تحتضن هذه النقل الحي والمباشر من موقع الميدان، ونسير مع المراكز الأولى مباشرة. نتقدم مع الزعيم. الزعيم يقود المشاركين وينطلق بالمركز الأول، علي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الكتبي يقدم لنا الزعيم، وكذلك يقدم للطام على المركز الثاني. على المركز الأول والثاني مشاركة باعتادين في هذا الشوط وبتحديات رائعة وجميلة عندك يا بن حضيرم. راهي لظفر بن غلام بن موسى البلوشي يتقدم على المركز الثاني في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، بينما المركز الثالث ثالث المراكز مزعلياتي في المركز الثالث سعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذا هو هملول لحمد بن محمد بن حميدان الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات على رابع المراكز. أما المركز الخامس بلقى فيها مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هو مزعل لسعيد بن سيب بن عبيد بالكديدة. المركز السادس وصل في هذه اللحظات طلوع لسعيد بن محمد بن منانة يتقدم على المركز السادس. أما المركز السابع هذا سراب محمد بن سالم بن دري الفلاحي، وثامن المراكز يتواجد فيه برزان لخليفة بن خميس الغويص السويدي. المركز التاسع هذا التاسع وتقدم في هذه اللحظات ووصل في المركز التاسع، يأتينا هذا صراع اللي هو صراع لراشد بن محمد بن علي المنصوري يتقدم على المركز التاسع. وعاشر المراكز مياس لعتيج بن عبيد بالهلي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في مسار شوط الختام في هذه الفترة الصباحية مع سن الكبار مع سن الثنايا في 8 كيلومترات. وهذه شاشة دبي ريسنج على الكادر العلوي، شعار بن حضيرم ما شاء الله مسيطر على المركز الأول والثاني. المركز الأول والثاني الزعيم ولطام وعلي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الكتبي يتصدر المجموعة ويقود هذا المسار، بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتقدم فيه يأتينا في المركز الثالث هذا التقدم وهذا الانطلاق. المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات ويأتي في المركز الثالث اللي هو هملول لحمد بن محمد بن حميدان الفلاسي يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع، بينما راهي المظفر بن غلام بن موسى البلوشي يتقدم كذلك على المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات برزان لخليفة بن خميس الغويص السويدي يأتي في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس يتواجد فيه ويتقدم هنا على المركز السادس هذا طلوع لسعيد بن محمد بن منانة يأتي في المركز السادس. المركز السابع هذا تواجد سراب محمد بن سالم بن دري الفلاحي، بينما هناك التواجد في هذه اللحظات من قبل مزعل لسعيد بن سيب بن عبيد بالكديدة. والمركز الثامن يتقدم فيه وياتينا شديد لعبد الرحمن بن سيب بن غدير العرياني يتقدم العرياني على المركز الثامن، بينما المركز التاسع متعب العوض بن صغير بن قنوم بن يرادة الكتبي. والمركز العاشر اللي هو مياس لعتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى في النداء الثاني في انطلاقة هذا الشوط وهذا المسار الشيق والجميل الذي تندفع فيه هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة في أرضية هذا الانطلاق.
عودة مرة ثانية للمراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحديات الشوط الختام، الشوط السادس عشر في أشواط صباحي هذا اليوم، وهذه الثلاثية الجميلة الذي تزين بها شاشة دبي ريسنج، ولكن يغير ويتقدم اللي هو هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي، يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الزعيم لعلي بن محمد بن حضيرم، وكذلك لطام وعلي بن محمد بن حضيرم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ياتي راهي مظفر بن غلام البلوشي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع، والمركز الخامس سنة التواجد من برزان لخليفة بن خميس الغويص السويدي ياتي في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذا طلوع لسعيد بن محمد بن منانه يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس. الست المراكز الاولى تقدمت وانفردت، اما المركز السابع شديد لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، يلا يا ابو عوف حرك هناك مع الخمس المراكز الاولى المتقدمه، وواصل بن دري كذلك مع هذا المسار، محمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم لنا سراب على المركز السابع والمركز الثامن، تواجد فيه وتقدم فيه زعيم العوض والسيد بن يراد الكتبي، وهناك ايضا المركز الثالث بالهلي، والمركز عاضد المهيري. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا للمرة الثالثة على التوالي، وبعد مغادرتنا للوحة الثلاثة كيلو مترات واقترابنا من زاوية الاتجاه وانحنى الميدان على اليسار وكوع الميدان كذلك في ميدان المرموم، وبعد ذلك سوف نتجه مباشرة إلى المنصة إلى ختام أشواطنا في هذا الصباح الجميل. عودة إلى المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء في هذا التجمع، والأسماء الذي وصلت واللي تغاربت واللي انطلقت، ولكن بعرضها الذاتي بدون أوامر بدون رجوع ولجوء للأوامر من المضمرين حتى هذه اللحظات، ولكن يتصدر الجعدان الثنائي ويتقدم في شوط الختام حتى هذه اللحظات لطام لعلي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الكتبي، يسيطر على مقدمة الشوط يلي من كل صوب ومن كل طرف في تنازع وتنافس هذا الشوط على ناموسه وعلى ختام أشواطنا. هناك التواجد مشاهدينا متابعينا الكرام على متعب لعوض بن صغير بن قنوم بن يرادة الكتبي الذي تقدم والذي غير إلى مقدمة الشوط الثالث اللي هو طلوع لسعيد بن محمد بن منانه يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك مع العرياني اللي يتواصل واللي يتقدم، وكذلك يأتي عبد الرحمن بن غدير بن سيف العرياني يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع شديد. عبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني يتواجد على المركز الرابع والمركز الخامس، وصل بن دري، وصل سراب محمد بن سالم بن دري الفلاحي، ومن الجانب الآخر مياس لعتيج بن عبيد بالهلي الهاجري. يا سلام، شوف 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 الجعدان الثنايا، شوف كيف تقاربها وكيف اسماها، تقريبا ثمانية جعدان او تسعة او عشرة او احتمال النصاب، كلهم متقاربات، كلهم يعني عندهم امال، كلهم عندهم امال في الناموس في نزع المركز الاول، لان هذه الاسماء قريبات من بعضها، هذا يدل على ان الطموح وان الشعور وان التركيز والأوامر لاستخدامها في الأمتار الأخيرة فقط لانتزاع الناموس، ولكن بن حضيرم مسيطر، بن حضيرم مسيطر حتى هذه اللحظات. لطام
علي بن محمد بن خلفان بن حضيرم الكتبي يتصدر المجموعة ويقود الجعدان، بينما المركز الثاني متعب العوض بن صغير بن قنون بن يرادة الكتبي، والمركز الثالث اللي هو طلوع لسعيد بن محمد بن منانة يتقدم، والمركز الرابع اللي هو شديد لعبد الرحمن بن سيف بن غدير العرياني، وهناك أيضا اللي هو سراب لمحمد بن سالم الدري الفلاحي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يلا 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 800 متر الأخير، بدأت التحركات، بدأ إصدار الأوامر وبدأت التحركات. الله يا سلام يا سلام، راح بن منانة راح بن منانة، ووصل وصل صراع، وصل صراع لراشد بن محمد بن علي المنصوري اللي كان في الأرقام المتأخرة يعني في الأمتار الأخيرة وفي الوقت المناسب ما شاء الله وصل على المركز الثاني مع بلقريني، شعار بلقريني المنصوري الذي ينطلق على المركز الثاني، ولكن طلوع لازال سعيد بن محمد بن منانة يتقدم ويقود الجعدان حتى هذه اللحظات، والأقرب للفوز وللناموس ولختام أشواطنا في صباحي هذا اليوم المركز الثاني اللي هو صراع لراشد بن محمد بن علي بلقريني المنصوري. خلاص المتحدي المتحدي والشعار المتحدي دائما حاضر في هذا الصباح للمرة الثالثة لهذا الشعار، شعار بن منانة، وياتي مشاهدين العزاء سعيد بن محمد بن منانة الكتبي يتقدم وينتزع ويختم أشواطنا بالفوز والناموس في صباحي هذا اليوم بهذه الأثارة وهذا الحماس، ينتزع الناموس والفوز. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني الذيب لسعيد بن خليفة بن عاضد المهيري، المركز الثالث اللي هو صراع لراشد بن محمد بلقريني المنصوري، والمركز الرابع المركز الرابع وصل فيه برزان، برزان لخليفة بن خميس الغويس وصل في المركز الرابع، والمركز الخامس اللي هو متعب العوض بن صغير بن قنون الكتبي. هكذا نعود إلى التوقيت الزمني، وهذا هو اللي انتزع ناموس هذا الشوط اللي هو طلوع قطع المسافة في 13 دقيقة و13 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن منانة على هذا الفوز وهذا ناموس، السلام يا زعبيل سلام في ختام أشواطنا. بينما المركز الثاني اللي وصل في المركز الثاني في الأمتار الأخير انتزع ناموس الذيب في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 15 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سعيد بن خليفة بن عاضد المهيري، والمركز الثالث اللي هو مع بلقريني، صراع بلقريني الذي قدم توقيت زمني 13 دقيقة 16 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لراشد بن محمد بن علي بلقريني المنصوري، تهانينا للجميع. إلى الملخص. إذن مشاهدين الكرام، شكرا للزملاء هنا في عربة النقل في انطلاقات سباق المرموم لهذا اليوم، وصباح مميز، صباح جميل.